السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي. الوحدة الرابعة، درس اليوم في الصرف والتحويل حول جمع المذكر السالم، تقديم الصفحة 131. ننتقل إلى الصفحة. نبدأ بألاحظ وأكتشف. عنوان النص: فضل الاختراعات. سنحاول في هذا النص أن نحدد الجموع الموجودة فيه. فضل الاختراعات، إذن الاختراعات جمع. يلعب المخترعون جمع، والمهندسون كذلك جمع، والتقنيون دورا كبيرا في تطوير نمط عيشنا، فمنهم من يبتكر طرقا جمع، في تشييد البنايات كذلك جمع، والطرقات، ومنهم من يربط صلات التواصل بين الحاضرين والغائبين، ومنهم من يحول أفكار المبتكرين إلى واقع. هنا بالنسبة للجموع، الجموع ثلاثة أنواع: جمع مذكر السالم، وجمع مؤنث السالم، والنوع الأخير جمع تكسير. النوع الأول سمي بمذكر لأن جنس الاسم مذكر، فعندنا المخترعون، وسمي سالم لأن حافظ على الأصل، لم نغير أصل الكلمة، بنية الكلمة بقيت سالمة، وأضفنا لها الواو والنون أو الياء والنون، مثلا المخترعون، المخترعون. المخترعون أضفنا الواو والنون. إذا في الأصل، أصل الكلمة بقي على هيئته، المخترع، لما أضفنا الواو والنون لم نغير في بنيته شيء. بالنسبة لمؤنث سالم، سمي كذلك سالم لأنه حافظ على بنية الكلمة، مثلا عندنا بنيات، بنيات أو بنايات، بنايات من أصلها بناية، أضفنا الألف والتاء، بنايات أصلها بناية، فقط أضفنا الألف والتاء. جموع تكسير، مثال طرقا، أصل هذه الكلمة طريق. لاحظوا أن الياء حذفت في الجمع، طريق مفرد، جمع طرقا، فهنا كسرت البنية، بنية هذه الكلمة كسرت، لم تبقى على هيئتها كما لاحظنا في جمع مذكر سالم المخترع، جمع أضفنا الواو والنون، كذلك البنيات بالنسبة للمؤنث، فالمؤنث والمذكر، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، حفظ على بنية الكلمة، أما بالنسبة لجمع التكسير فهنا كسرت بنية الاسم.
نلاحظ عندنا هنا في النص جموع انتهت بواو ونون مثل المخترعون، المهندسون، التقنيون، طرقا هذه لم تنتهي بواو ونون، البنيات، طرقات انتهت بألف وتاء، ألف وتاء، صلات، حاضرين انتهت بياء ونون، غائب بياء ونون، مبتكرين ياء ونون. إذن السؤال يقول استخرج من النص كل كلمة منتهية بواو ونون أو ياء ونون. إذا نبدأ، عندنا المخترعون انتهت بواو ونون، مفردها مخترع. عندنا أيضا المهندسون انتهت بواو ونون، المهندسون، نقوم بحذف الواو والنون فيصبح لنا في المفرد المهندس. التقنيون كلمة انتهت بواو ونون، إذن التقنيون، لو قمنا بحذف الواو والنون يصبح عندنا المفرد التقني. الحاضرين، إذا هنا عندنا جمع انتهى بياء ونون، نقوم بحذف الياء والنون فيصبح عندنا في المفرد الحاضر، الحاضرين جمع مفرد الحاضر. الغائبين، الغائبين انتهى هذا الجمع بياء ونون، الغائبين. نقوم بحذف الياء والنون فيصبح عندنا مفرده الغائب. المبتكرين هذا جمع انتهى بياء ونون، المبتكرين. نقوم بحذف الياء والنون فيصبح عندنا في المفرد المبتكر. أحدد نوع الكلمات وجنسها في الجدول. نوع الكلمة، الكلمة إما أن تكون اسم أو حرف أو فعل. إذن الكلمة إما أن تكون اسم أو حرف أو فعل. لو رجعنا إلى الخانة الأولى نجد المخترع، هذا ليس بفعل، أو المخترعون ليس بفعل وليس بحرف، إذن هو اسم. المهندس، المهندسون، إذن ليس بفعل وليس بحرف، إذن هو اسم. التقني، التقنيون، ليس بحرف ولا فعل، عفوا ليس بحرف ولا فعل، إذن هو اسم. الحاضرين الجمع والمفرد الحاضر، إذن ليس بفعل ولا حرف، إذن هو اسم. إذن نقول نوع الكلمات الواردة عندنا في الجدول هي عبارة عن أسماء. ليست أفعال وليست حروف. إذن أحدد نوع الكلمات وجنسها في الجدول. جنس، نقصد بالجنس هنا إما مذكر أو مؤنث. عندنا في الجدول المهندس، هذا مذكر، تقني مذكر، لمعرفتي نضيف هذا اسم إشارة، هذا مهندس، لا نقول هذا مهندسة، لا نقول هذه مهندس، نقول هذا مهندس، هذا تقني. إذن هنا نقول هذه جنس هذه الكلمات مذكر.
أحدد الاختلاف بين كلمات العمود الأول والعمود الثاني. واحد، بالنسبة للعمود الأول يوجد عندنا واو ونون. بالنسبة للعمود الثاني لا يوجد عندنا الواو ولا النون. أيضا بالنسبة للعمود الأول يوجد عندنا الياء غائبين، الياء والنون، مبتكرين، الياء والنون، حاضرين، الياء والنون. الخانة الثانية أو العمود الثاني لا يوجد عندنا الياء والنون. فنقول وجه الاختلاف، الاختلاف الحاصل أن في الخانة الأولى أو العمود الأول يوجد عندنا الواو والنون والياء والنون. هذا بالنسبة لي اختلاف. إذا كانت كلمات العمود الثاني تدل على المفرد، العمود الثاني المخترع على مفرد، المهندس مفرد، كل هذه الكلمات تدل على المفرد. إذا كانت كلمات العمود الثاني تدل على المفرد، فعلى ماذا تدل كلمات العمود الأول؟ إذن هي تدل على الجمع، مثلا عندنا